السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول الإعدادي. إن شاء الله هنبدأ مع بعض نحل تقييم على الدرس الأول اللي هو التناسب من كتاب المدرسة، طبعا النسخة الجديدة 2025. تمام يا أستاذ؟ طيب، هنا بيقول لك أولا قياس المفاهيم، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المحتاطة. أول نقطة. طيب، هنا أول نقطة بيقول لك هي أي مما يلي يمثل تناسبا. طيب، ألف ولا باء ولا جيم ولا دال، ركز معايا كده. بيقول لك ثمن 3 كيلو جرام من الموز هو 54 جنيها، وثمن 5 كيلو جرام من الموز هو 80 جنيها. يبقى هنا يا أستاذ أنت بتقارن ما بين الكيلو جرامات والجنيهات، تمام؟ فلو جينا كتبنا النسبة الأولى، الكيلو جرامات كام؟ 3. يبقى من كيلو جرامات إلى جنيهات، من الأول الكيلو جرام إلى الجنيهات 54، تمام؟ طيب بالنسبة للتاني برضو من كيلو جرامات الأول 5 إلى جنيهات 80، تمام؟ وعشان نعرف إنهم متناسبين ولا لا بنعمل ضرب تبادلي، الطرفين الأول والرابع ينضربوا في بعض والوسطين ينضربوا في بعض. 3 في 80 بنكتب الصفر، و3 في 8 ب 24. طيب بنضرب الوسطين اللي هو الثاني والثالث، 5 في 54، 5 في 4 ب 20، 5 في 4 ب 20 صفر ومعايا الاثنين، و5 في 5 ب 25، 25 و2 يبقوا 27. ومن الواضح يا أستاذ إن ضرب الطرفين لا يساوي ضرب الوسطين، يبقى دي لا تمثل تناسب. طيب ندخل الرقم باء. رقم بقى بيقول لك 10 أهداف من 12 محاولة و12 هدفا من 18 محاولة. يبقى كده أنت هتاخد يا أستاذ الأهداف على المحاولات، دي النسبة الأولى، الأهداف 10 والمحاولات 12. اطبق الكلام الناحية التانية، يبقى من أهداف إلى محاولات، الأهداف 12 إلى المحاولات 18، تمام؟ تعمل طرفين في وسطين، الطرفين الأول والرابع، تمام؟ الصفر ينكتب، واحد في 18 ب 18، تمام؟ أو واحد في 8 ب 8، وواحد في 1 ب 1. نضرب الوسطين اللي هو الثاني والثالث. طيب 12 في 12 ب 144. من الملاحظ إن ضرب الطرفين لا يساوي ضرب الوسطين، إذن لا يمثل تناسب. ندخل على رقم 3. طيب بالنسبة لرقم جيم بيقول لك قراءة 3 كتب في شهرين. يبقى أنا بقسم عدد الكتب على عدد الشهور، عدد الكتب إلى عدد الشهور، عدد الكتب 3 إلى عدد الشهور 2. نفس الكلام الطبقة في الثانية، عدد الكتب 9 على عدد الشهور في 6 شهور. نعمل طرفين في وسطين، الطرفين الأول والأخير أو الأول والرابع، 3 في 6 ب 18، والوسطين الثاني والثالث اللي هي 2 في 9 ب 18. يبدو ان الطرفين يساوي ضرب الوسطين، يبقى ما بينهم تناسب، يبقى نختار جيم. في واحد يسألني يقول لي يا استاذ هو ينفع ناخد الجنيه على الكيلو جرام؟ ايوه ينفع، بس تروح تطبق الكلام ده هناك. يعني لو قلت 54 على الثلاثة تروح نفس الكلام هناك، 80 على الخمسة، تمام يا أستاذ؟ فتركز في الجزئية دي. ندخل على رقم 2. طيب بالنسبة لرقم 2 يا أستاذ بيقول لك يستطيع مجدي الجري مسافة 75 مترا في كم ثانية؟ في 25 ثانية. إذا استمر بنفس سرعته، فأي تناسب مما يأتي يمكن استخدامه لإيجاد الزمن X الذي يحتاجه لقطع مسافة 300 متر. يبقى كده يا أستاذ أنا همشي من المتر إلى الثانية، يبقى كده هناخد 75 من المتر إلى الثانية كام؟ 25. عاوز تكتبها على جنب اكتبها، متر على ثانية عشان ما تتلخبطش. يبقى الأول تكتب المتر وبعد كده تكتب الثانية. تيجي للثانية، مديني إيه؟ مديني المتر. يبقى المتر بنكتبها في البسط، يبقى نكتب 300. يبقى محتاج مين؟ محتاج الثانية، الزمن بالثانية. طيب بالنسبة للزمن بالثانية ما عرفش، اكتبه X، تمام؟ طيب
وين العلاقة دي؟ 75 على 25، 300 على على الإكس، يبقى نختار دي. ننتقل إلى السؤال التالي. طيب لو جينا الرقم 3 بيقول لك أيا من العلاقات المبينة في كل مما لتمثل تناسب. احنا قلنا عشان تمثل تناسب لازم تكون خط مستقيم وفي نفس الوقت مر بنقطة الأصل. أولا ده يا أستاذ مش خط مستقيم، ده خط مايل، تمام؟ هو ده فعلا خط مستقيم بس مارليش بنقطة الأصل دي، يبقى ما ينفعش. نيجي الرقم جيم، هي خط مستقيم ومرالي فعلا بنقطة الأصل، يبقى هي دي اللي بتمثل تناسب، تمام يا أستاذ؟ لكن دي خط مستقيم بس ما طلعش من نقطة الأصل، تمام؟ يبقى نختار جيم. ننتقل إلى 4. طيب بيقول لك إيه؟ في كل مما يأتي هل الكميات متناسبة؟ وإذا كانت متناسبة اكتب التناسب. طيب قلنا بنعرف ازاي التناسب يا استاذ؟ كنا بنضرب الطرفين وبنضرب الوسطين، الطرفين اللي هو الاول والرابع، الاول والرابع دول الطرفين، تعال نضربهم. يبقى كده انا بضرب 5 في 24، تمام؟ بتساوي. نضرب الوسطين، الوسطين اللي هم الاثنين اللي في المنتصف اللي هو الثاني والثالث، 8 في 15، 8 في 15. تعال نضرب 5 في 24 صفر ومعايا الاثنين، و5 في 2 ب10 ومعايا 2 يبقى 12، تمام؟ نيجي نضرب الناحية الثانية تساوي 8 في 5 ب40 صفر ومعايا الـ4، و8 في 1 ب8 ومعاك 4 يبقى 2 12، تمام؟ هل متساويين؟ فعلا يا أستاذ متساويين، طالما الطرفين سووا لي الوسطين يبقى يا أستاذ ما بينهم تناسب. بيقول لك اكتب الكميات المتناسبة، يبقى هتقول لي هي الخمسة والتمانية والخمستاشر والـ24. طالما يا أستاذ ضرب الطرفين سوى لي ضرب الوسطين يبقى دول هي كميات متناسبة. طيب هنا بيقول لك اكتب التناسب، طالما كميات متناسبة اكتب لي التناسب، تمام؟ هتعمل شرطة كسر، بتسوي شرطة كسر. نكتب الأول المتناسب 5، الثاني المتناسب 8، الثالث المتناسب 15، والرابع المتناسب 24، وهو ده يا أستاذ التناسب. طيب ننتقل إلى نقطة رقم 5. طيب نيجي الرقم 5 يا أستاذ، هنضرب الطرفين، الطرفين الأول والرابع، تمام؟ هنضرب 12 في 18، 12 في 18 بتساوي الوسطين اللي هما الاتنين اللي في المنتصف اللي هما كام في كام؟ 27 في 16، تمام؟ لو جينا نضربهم بالآلة يا أستاذ عشان ما نطولش بس، تمام؟ هنشغل الآلة ونضرب 12 في 18 بتساوي 216، يبقى الأولى 216. نيجي نضرب الثانية اللي هي 27، 27 في 16 بتساوي 432، 432. يبقى ضرب الطرفين لا يساوي ضرب الوسطين، وبالتالي نقول له ان ال 12 وال 27 وال 16 وال 18 كميات غير متناسبة. ليه؟ لان ضرب الطرفين لا يساوي ضرب الوسطين، وطالما كميات غير متناسبة ما نقدرش نكتب التناسب. طيب ندخل على السؤال 6. طيب بالنسبة للسؤال 6 بيقول لك أي مما يلي يمثل تناسبا؟ احنا خدنا ضريبتين يا أستاذ بنعرف بيها الكسور إمتى تكون ما بينها تناسب. الطريقة الأولى طريقة الاختصار، تمام؟ أو التبسيط. الطريقة الثانية يا أستاذ اللي هي الضرب التبادلي. تبادلي. طيب نبدأ بطريقة الاختصار، الاثنين على الخمسة ما بينهاش اختصار بتساوي. نيجي على الأربعة على عشرة ما بينها اختصار، هما الاثنين يقبلوا القسمة على الاثنين. يقبلوا القسمة على الكام؟ على الاثنين. أربعة على الاثنين فيها الاثنين، وعشرة على الاثنين فيها الخمسة. هل متساويين؟ فعلا يا أستاذ متساويين، يبقى يمثل تناسبا. تمام يا أستاذ؟ طب تعالى نشتغل بالطريقة الثانية ونشوف تطلع نفس الناتج ولا لا. ضرب الطرفين الأول والرابع، 2 في 10 يساوي ضرب الوسطين، الوسطين اللي هو الثاني والثالث، 5 في 4. تعالى نضرب 2 في 10 ب 20 بتساوي 5 في 4 ب 20 متساوي، يبقى تمثل تناسبا.
بس يا أستاذ أنا بحل بالطريقة الثانية اللي هي الضرب التفاعلي أفضل، تمام؟ طيب نيجي لرقم 7، نضرب الطرفين الأول والرابع، 3 في 9 بتساوي، نضرب الوسطين 4 في 6 في 6، 3 في 9 ب27 تساوي 4 في 6 ب24. هل متساويين؟ للأسف لا، يبقى لا تمثل تناسبا. ليه يا أستاذ؟ لأن ضرب الطرفين لا يساوي ضرب الوسطين. طيب ندخل على 8، نضرب الطرفين في بعض الأول والرابع، نكتب 0 و6 في 5 أو 5 في 6 ب30، 0 ومعايا 3، 6 في 1 ب6 ومعاك 3، يبقى 9. دول ضرب الطرفين. تعال نضرب الوسطين، 0 ينزل، و3 في 5 ب15، 5 وفي 1، 3 في 2 ب6 و1 7. هل متساويين؟ للأسف لا، يبقى لا تمثل تناسبا. ليه؟ لأن ضرب الطرفين لا يساوي ضرب الوسطين. طيب نيجي الرقم 9، نضرب الطرفين الأول والرابع، 5 في 6 ب30 بتساوي ضرب الوسطين الثاني والثالث، 4 في 7 ونص، 7 ونص و7 ونص، 15، 15، 15، 30، متساويين، يبقى تمثل تناسبا. تمام يا أستاذ، ننتقل إلى السؤال التالي. طيب هنا يا أستاذ بيقول لك ثانيا تطبيق المفاهيم العلمية حل التناسبات التالية. احنا بنحل ليه يا أستاذ التناسبات؟ عشان نحصل على قيمة الرمز الموجود في التناسب، يعني أنا عاوز قيمة إكس، تمام؟ فركز معايا، الطرفين الأول والرابع اللي هو 23، والوسطين الثاني والثالث، تمام، اللي هي إكس والأربعة. طيب أنا عاوز نجيب إكس، يبقى نكتب إكس بتساوي شرطة كسر كبيرة، تمام؟ طيب مين اللي في إيه في إقصاد إكس؟ الإقصاد إكس اللي هو الأربعة، دايما الإقصاد الرمز بينكتب في المقام. كده يا أستاذ اتفضل معايا، 23 ينضربوا في البسط، 3 في 20. ونبدأ يا أستاذ الاختصار، تعال نختصره مع بعض، على الأربعة فيها الواحد، على الأربعة فيها الخمسة، ونبدأ يا أستاذ الضرب اللي هو 3 في 5 ب15، يبقى إكس بكام؟ ب15. كده أنا حليت التناسب وجبت قيمة إكس بكام؟ ب15. ننتقل إلى السؤال 11. طيب في 11 يا أستاذ الطرفين الأول والرابع اللي هم ال15 وال12، أما الوسطين الثاني والثالث اللي هم يا أستاذ الإكس وال30، تمام؟ طيب نكتب إكس مع شرطة كسر كبيرة، تمام يا أستاذ؟ طيب الإقصاد الإكس 30 ينكتب دايما في المقام. اتبقوا معايا ال12 وال12 وال15، نضربهم في البسط، 15 في 12، تمام؟ نبدأ الاختصار، على ال15 فيها الاثنين، على ال15 فيها الواحد، على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها الستة، يبقى الناتج هطلع بكام؟ بستة، يبقى الإكس تساوي 6. تمام كده أنا حليت التناسب وجبت قيمة الرمز. ندخل على 12، بالنسبة لـ12 يا أستاذ الطرفين الأول والرابع، تمام؟ أدي لك الطرفين اللي هو الأول ومين؟ والرابع. بالنسبة للوسطين اللي هو الثاني والثالث، تمام؟ طيب كده الرمز اسمه ايه؟ شرطة كسر كبيرة، تمام؟ اللي مع الايه؟ الأربعة، دايما اللي مع الرمز في المقام. كده تبقى معايا الـ5 والـ16، نبدأ الاختصار كده، تمام؟ على الأربعة فيها الواحد، على الأربعة فيها الأربعة، 4 في 5 الناتج هطلع بكام؟ ب20، يبقى الايه بتساوي 20. كده أنا حليت التناسب وجبت قيمة الرمز. ندخل على 13. طيب ندخل يا أستاذ على 13، الطرفين الأول والرابع أهم. طب والوسطين؟ الثاني والثالث أهم. تمام؟ طيب يبقى كده الرمز اسمه بي زائد 1 بيساوي شرطة كسر كبيرة. طيب الإقصاد البي زائد 1 مين؟ الواحد، نضعه في المقام. كده تبقى معايا الاثنين والثلاثة. طيب يبقى كده ب زائد 1 بيساوي 2 في 3 ب6، 6 على 1 ب6. طيب نعدي الواحد ده بعكس الإشارة، يبقى البي تساوي عكس الموجب 1 سالب 1، 6 ناقص 1 كام؟ 5، يبقى البي بكام؟ ب5. ننتقل إلى 14، ف14 هنا يا أستاذ بيقول لك أكمل التناسبات التالية، تمام؟ طيب احنا قلنا ضرب الطرفين
عندك ممكن تبسط النسبة عادي، تمام؟ فعندك هنا الستة والتمانية يقبلوا القسم على الكام وعلى الاثنين، تمام؟ فيش حد أحسن من حد، قسمت فوق على الاثنين تحت على الاثنين، ستة على الاثنين فيها التلاتة وتمانية على الاثنين فيها الأربعة، تمام؟ طيب هنا يا أستاذ نفس الموضوع، هنسميه مثلا إكس، تمام؟ مكان النقاط ده هنسميه إكس، طالما نقطة واحدة في التناسب نسميها إكس، ونقول لها إكس بتساوي شرطة كسر. طيب الطرفين الأول والرابع، طب والوسطين الثاني والثالث، تمام؟ طيب مين الإقصاد الإكس ال20؟ فدايما الإقصاد الرمز في المقام، كده تبقى معايا ال25 وال36 ينكتبوا في البسط. نبدأ عملية الاختصار، على الخمسة فيها الأربعة، على الخمسة فيها الخمسة، على الأربعة فيها الواحد، على الأربعة فيها التمانية. 5 في 8 بكام؟ ب40، يبقى النقاط مكانها 40، نكتب هنا كام؟ 40، تمام؟ طيب ننتقل إلى التالي. طيب نيجي للي بعديها يا أستاذ 16، طالما نقطة واحدة غايبة في التناسب فهنسميها إكس، نكتب إكس بتساوي شرطة كسر كبيرة، الطرفين هي ال48 وال15، أما الوسطين اللي هي إكس و72، مين الإقصاد إكس؟ 72، يبقى دايما الإقصاد الرمز في المقام. كده تبقى معايا ال48 ومين وال15، نبدأ إن أنا نختصر فيها، على الستة فيها ال12، على الستة فيها ال8، تمام؟ على التلاتة فيها ال4، على التلاتة فيها ال5، على ال4 فيها ال1، على ال4 فيها ال2، كده 2 في 5 ب10، يبقى الإكس بكام؟ ب10، يبقى نكتب مكان النقاط 10، نكتب هنا 10. تمام؟ طيب ننتقل إلى 17. طيب بالنسبة ل17 أنا عارف إن ضرب الطرفين يساوي ضرب الوسطين، تمام؟ الطرفين يعني عاوز نضرب ال12 في ال15، بيساوي ضرب الوسطين يعني في عددين مضروبين في بعض، تمام؟ طيب الطرفين كام؟ 12 في 15 لو عملناهم على الآلة ب108، تمام؟ بتساوي ضرب الوسطين المفروض عددين ينضربوا في بعض عاوزهم. طيب ركز معايا، انا ممكن اطلع الصفر بره الحسبه، كده معايا 18، ال 18 ممكن نخليها 2 في 9، تمام؟ وننزل الصفر مثلا، عايز تنزله قدام الاثنين صح، قدام التسعه صح، خليه قدام الاثنين، تمام؟ فهتبقى تصبح كام؟ تصبح مثلا هنا 9 وهنا 20. تعال نختصر ونشوف هل هيطلعوا متساويين ولا لا. على الثلاثة فيها الأربعة، على الثلاثة فيها الثلاثة، على الخمسة فيها الأربعة، على الخمسة فيها الثلاثة، يبقى إذا هي صحيحة. ننتقل إلى السؤال التالي. طيب هنا 18 بيقول لك ادخار يوضح الجدول المقابل عدد الجنيهات التي يدخرها إبراهيم خلال عدد معين من الشهور، هل المبلغ يتناسب مع عدد الشهور؟ يبقى أنا عاوز مبلغ مع عدد الشهور. عندي كم طريقة يا أستاذ؟ للأسف عندي 3 طرق للحل. الطريقة الأولى إن أنا هقسم الجنيه على عدد الشهور، تعال نشوفهم كلهم هل متساويين ولا لا، تمام؟ جنيه مع عدد الشهور، الجنيه مع عدد الشهور. الجنيه الأول 300 جنيه في كم شهر؟ في شهرين. هل تساوي 600 جنيه في 4 أشهر؟ هل تساوي 900 جنيه في 6 أشهر؟ هل تساوي 1200 جنيه في 8 أشهر؟ تعال نختصر ونشوف هل هتطلع متساوية ولا لا. طيب 300 على 2 فيها الكام؟ فيها 150. هل بتساوي 600 على 4 على 2 فيها الـ2، على 2 فيها الـ300، 300 على 2 برضه ب150، بتساوي على 3 فيها الـ2، على 3 فيها الـ300، تمام؟ 300 على 2 برضه ب150، هل تساوي 1200 على 8 برضه ب150؟ فعلا يا أستاذ هنا في تناسب، تمام؟ طالما تساوت النسب يبقى فيه تناسب. الطريقة رقم 2 يا أستاذ إننا نعمل عملية ضرب تبادلي للطرفين والوسطين، تمام؟ هنعتبر إن الأولى دي نسبة والتانية دي نسبة ومتساويين، هنضرب طرفين، أول حاجة طرفين في وسطين، 600 في 2 الأصفار ينزلوا، و2 في 6 ب12 ب1200،
هل بتساوي ضرب الوسطين الثاني مع الثالث؟ الصفرين ينزلوا و4 في 3 ب12. فعلا يا أستاذ متساويين. نيجي للنسبتين التاليين اللي هي 600 على 4 و900 على 6. نعمل طرفين في وسطين، الطرفين 4 في 900 الصفرين ينزلوا و4 في 9 ب36 يساوي. هل بتساوي ضرب الوسطين؟ تعال نشوف. الصفرين ينزلوا 6 في 6 ب36 فعلا متساويين. نيجي لآخر وحدة اللي هي 3، نضرب الطرفين الصفرين ينزلوا و6 في 12 ب72. هل بتساوي ضرب الوسطين؟ الصفرين ينزلوا و8 في 9 ب72. فعلا يا أستاذ لما ضربنا الطرفين والوسطين طلعوا متساويين. دي الطريقة رقم 2. في طريقة رقم 3. فعلا يا أستاذ في طريقة رقم 3، إن أنت ممكن تمثلها على الشبكة التربيعية. لو طلعت خط مستقيم يمر بنقطة الأصل يبقى فيه تناسب. تعال نعملها كده. يبقى هنا بنكتب عدد الشهور. دايما يا أستاذ على محور إكس بنكتب الزمن عدد الشهور، على محور واي بنكتب المبلغ بالجنيه. طب هنسألك سؤال، خلينا في عدد الشهور اللي هو ده بيزيد بالكام؟ 2 4 6 8 بيزيد بالاثنين، يبقى 0 2 4 6 8. طب تعالى للمبلغ بيزيد بال 300، تبقى 300 نزود عليها 300 تصبح 600، نزود عليها 300 تصبح 900، نزود عليها 300 تصبح 1200. نبدأ نمثل. نيجي اقصاد الاثنين نطلع لغاية ال 300، اقصاد الاثنين نطلع لغاية ال 300 ونعمل نقطة. نيجي اقصاد الأربعة نطلع لغاية 600، عند الأربعة نطلع لغاية ما نوصل لل 600. طيب نيجي اقصاد الستة نطلع لغاية ما نوصل لل 900. طيب نيجي اقصاد الثمانية نطلع لغاية ما نوصل ل 1200. لو جينا نوصل يا أستاذ هيبقى خط مستقيم يمر بمين؟ بنقطة الأصل. بس ركز التوصيل بإيدك، بالمسطرة آسف. تمام، خط مستقيم مر لمين؟ بنقطة الأصل، يبقى ده يمثل تناسب. يبقى نقول له المبلغ يتناسب مع عدد الشهور. تمام، يبقى ده حللناه بكم طريقة؟ بثلاث طرق، وانت الطريقة المناسبة اشتغل بيها. طيب ندخل، بيقول لك ثالثا التحليل وتكامل المواد. 19 تسوق اشترى عمر 8 تفاحات بمبلغ 60 جنيها، كم تفاحة من نفس النوع يمكن ان يشتريها بمبلغ 105 جنيه؟ تعال نعمل يا استاذ تناسب ما بين تفاحات والجنيها. يبقى الاول تفاحات عشان ما تتلخبطش على جنيها. خلينا في الاولى التفاحات 8 على الجنيه كام؟ 60 جنيه. يبقى الثمن تفاحات ب60 جنيه بتساوي شرطة كسر تاني، مديك الجنيهات. طب الجنيهات من تحت، يبقى نكتب ال 105 من تحت. عاوز مين؟ كم تفاح؟ عاوز عدد التفاحات اللي يقطعوا لي بكام؟ ب 105 جنيه. بنعمل طرفين في الوسطين عشان نحل التناسب ده. قلت لك الطرفين وادي الوسطين، نكتب اكس بتساوي شرطة كسر كبيرة، الاقصاد الاكس 60، فدايما الاقصاد الرمز في المقام. كده تبقى ال 8 وال 105، 8 في 105. تعال نختصر، عندك على 8 دي على ال 2 او على ال 4 فيها ال 15، على ال 4 فيها ال 2، 2 في 105 تديك 210، ال 210 هنقسمها على ال 15. تمام، هتطلع بكام؟ هيطلع يا أستاذ لو عملناها على الآلة هيطلع 14 تفاحة. يبقى ال 14 تفاحة بكام جنيه؟ 105 جنيه. في واحد يقول لي لو كتبت 60 على ال 8 تنفع؟ تنفع، بس تروح هناك تكتب الجنيهات 105 على الإكس. تمام؟ يعني حسب الترتيب اللي أنت هتمشي بيه. ندخل على السؤال 20. طيب السؤال 20 بيقول لك الربط بالعلوم. تستخدم سيارة 5 لترات من البنزين لقطع مسافة 40 كيلومتر، ما هي كمية البنزين التي تحتاجها السيارة لتقطع مسافة 128 كيلومتر إذا سارت بنفس المعدل؟ ركز يا أستاذ، أنا هناخد اللترات على الكيلومترات. يا
يبقى الاول لتر، في البسط لتر، وفي المقام كيلو متر. تمام؟ عشان ايه اكتبها الحته دي؟ عشان هتفيدك. يبقى اللترات 5، المقام بنكتب فيه الكيلومتر اللي هو الـ40 بيساوي. طيب يبقى البسط قلنا لتر، هل في لترات في التانية؟ لا، فهنسميها اكس على كيلومتر كام؟ 128. طيب انا عاوز مين؟ عاوز الاكس. تعال نعمل الطرفين في وسطين، ادي لك الطرفين الاول والرابع والتاني والتالت، دول الوسطين. الاقصاد الاكس دايما في المقام، الاقصاد الاكس الـ40 في المقام. كده تبقى معايا الخمسة والـ128. نبدأ في الاختصار، على الخمسة فيها الثمانية، على الخمسة فيها الواحد، تمام؟ على الثمانية فيها الواحد، على الثمانية 128 على الثمانية، اعملها على الآلة كده شوف هتطلع كده. هتطلع يا أستاذ لو عملناها على الآلة قسمنا 128 على الثمانية هتطلع معاك بكام؟ ب16. 16 إيه يا أستاذ؟ كيلو متر. 16 إيه؟ 16 آسف، 16 لتر، لأن إكس في البسط والبسط ده لترات. تمام؟ يبقى تكون 16، 16 لتر. يبقى 16 لتر بيمشوا لي كام مسافة؟ 128 كيلو متر. ننتقل إلى السؤال 21. طيب في السؤال 21 يا أستاذ بيقول لك ثقافة تقرأ إيمان 10 صفحات في 40 دقيقة، فما الزمن بالساعات التي تستغرقه في قراءة كتاب من 120 صفحة إذا قرأت بنفس المعدل؟ يبقى هناخد الصفحات يا أستاذ على الدقائق، الصفحات 10 على الدقائق 40 بتساوي، ركز، الأول صفحات والمقام دقائق. تمام؟ طيب تساوي المدي لي تحت مين؟ صفحات. طب الصفحات في البسط، يبقى نكتب 120 في البسط. طب المقام، المقام ده الدقائق، هو عاوز الزمن أصلا، فما الزمن؟ يعني هنضع إكس. طيب إكس بتساوي شرطة كسر كبيرة، طرفين في وسطين، أدي لك الطرفين الأول والرابع، التالت والتاني، دول الوسطين. الإقصاد الإكس 10، دايما الإقصاد الرمز في المقام. كده تفضل 40 في 120، فالصفر ده يمشي مع الصفر ده، والصفر ينزل، واربعة في 12 بتمانية واربعين، 48. يبقى المفروض ياخد 480 دقيقة. هو ما عاوزهاش بالدقائق، هو عاوزها بيه بالساعات. طب الدقيقة، الساعة فيها كام دقيقة؟ فيها 60، ونقسم. ليه نقسم؟ لأن هنحول من الصغير للكبير، فالصفر ده مع الصفر ده، 48 على 6 فيها الكام؟ فيها 8 ساعات، لأن هو عاوزها بيه بالساعات. تمام؟ ننتقل إلى 22. طيب هنا بيقول لك تفكير إبداعي الرب بالهندسة، مديك ثلاث مثلثات، الأول طول ضلع بأربعة، الثاني بثلاثة، الثالث باثنين. كل المثلثات السابقة هي مثلثات متساوية الأضلاع. يعني إيه متساوية الأضلاع؟ يعني كل أضلاع متساوي، يعني ده بأربعة يبقى ده بأربعة، ده بأربعة، تمام؟ ده بثلاثة يبقى ده بثلاثة، ده بثلاثة، ده باثنين يبقى ده باثنين، ده باثنين، تمام؟ طيب هل العلاقة بين محيط المثلث وطول ضلعه في المثلثات المتساوية الأضلاع تمثل علاقة التناسب؟ وضح إجابتك. لو جينا نجيب المحيط الأول، محيط يعني مجموع أطوال أضلاع، 4 و4 8، 8 و4 12، يبقى ده محيطه 12. لو جينا للتاني نجيب محيطه 3 و3 6، 6 و3 9، يبقى ده محيطه ب9. لو جينا للتالت نجيب محيطه 2 و2 4، 4 و2 6. وعاوز يعرف هل في تناسب بين المحيط وطول الضلع؟ تعالى، محيط الأول ب 12 إلى طول ضلع بكام؟ ب 4. هل بيساوي محيط الثاني اللي هو 9 على طول ضلعه ب 3؟ هل بيساوي محيط الثالث اللي هو بستة على طول ضلع باثنين؟ تعال نشوف. 12 على 4 فيها 3، هل بتساوي 9 على 3 فيها 3، و6 على 2 فيها 3؟ فعلا يا أستاذ متساوية، الثلاث نسب متساوية. يبقى إيه؟ يبقى هنقول له المحيط في المثلث المتساوي الأضلاع يتناسب مع طول الضلع. بس كده يا استاذ خلصنا، ننتقل الى 23. طيب 23 بيقول لك ايه؟ اذا كان 15% من اكس يساوي 20% من واي، فكم تساوي اكس الى واي؟ انت بتقول لي 15% معناها 15 على 100 من مين؟ من اكس، بتساوي 20% يعني 20 على 100 من مين؟ من واي. تمام، كلام رائع.
فالمية دي هنمشيها مع المية دي، على الخمسة فيها التلاتة إكس، على الخمسة فيها الأربعة واي، أربعة واي. تمام، هو عاوز مين إلى مين؟ ركز برب، بيخلف لك في السؤال فأنا عاوزك تفهم أفهم. هو عاوز مين إلى مين؟ عاوز إكس إلى واي، إكس إلى واي. لو رحت من رمز للرمز ما ترجعش فاضي، يبقى ترجع من رقم إلى الرقم، يبقى أربعة إلى ثلاثة. بنقول له أربعة إلى ثلاثة، يبقى من إكس إلى واي ما ترجعش فاضي، يبقى من أربعة إلى ثلاثة، اللي هو الاختيار جيم. طب افرض قال لك يا أستاذ أنا ما عاوز إكس إلى واي، قال لك أنا عاوز واي إلى إكس، ما ممكن يغير في السؤال، نحلها إزاي؟ ركز معايا. يبقى في الحالة دي يا أستاذ هيروح، هو عاوز إكس إلى واي إلى إكس، يبقى هيروح من واي إلى إكس، من الرمز للرمز، يبقى ما ترجعش فاضي، من الثلاثة إلى أربعة، يبقى نقول له ثلاثة إلى أربعة، يبقى لو خلف السؤال ناخد إيه؟ ثلاثة إلى أربعة. بس كده يا أستاذ إحنا حلينا تقييم على الدرس رقم واحد على درس التناسب. الناس اللي حابة تتابع معانا ما تنسوش حبايبي الغاليين إن أنتوا تدعوا أصدقائكم للقناة، تقولوا لهم اسم القناة تحت الأستاذ عماد، بحيث إن هم إن كلكم تتابعوا مع بعض، تمام؟ وكلكم تستفادوا وأنتوا تكسبوا حسنات وأنا نكسب حسنات. الناس اللي حابة تكمل معانا الباشمهندسين الدكاترة، بتمنى إن أنتوا تكتبوا لنا أسمائكم في التعليقات. بالإضافة يا أستاذ لو أنت استفدت تعمل لايك للفيديو، ولو استفدت انزل اشترك في القناة بسرعة واعمل لايك للفيديو. واهم حاجة لما تيجي تشترك في القناة ان انت تفعل زر الجرس، ليه؟ عشان اول ما انزل فيديو يصلك انت اول واحد في زمايلك. انا احمد يسري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.